السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين إن شاء الله النهاردة مع بعض في شابتر 15 عن الـ Human Resource Management. مفيش شك إنه من أهم جوانب الإدارة بشكل عام في أي organization تولي مهام الـ Human Resource Management، إدارة الموارد البشرية اللي موجودة عندي، لان زي ما اتفقنا انه الانسان بيعتبر هو اهم ريسورس موجود داخل اي اورجانيزيشن في كافه مجالات العمل ومختلف التخصصات اللي ممكن نندرج عليها في المؤسسات وشركات مختلفه. في المؤسسات الكبيره او المتوسطه عاده بنلاقي ان في اداره مستقله مختصه بالهيومن ريسورس مانجمنت، لكن هنلاقي كمان انه في المنظمات البروجريسيف، المنظمات المتقدمه اللي بتسعى دايما للتطوير والتحسين من ادائها، بيتم اعطاء الهيومن ريسورس مانجمنت نفس البريوريتي او نفس الاهميه الخاصه بقسم الانفورميشن تكنولوجي. عادة ما بيتولى السوفت وير انجينير القيادة أو الإدارة لفريق عمل كامل لتنفيذ المشاريع المتنوعة المدرجة على قائمة أي أورجانيزيشن موجودة عندنا. علشان كده بنقول ان الشابتر ده بيتناول النقاط مهمه ريليتد للتوبيك بتاع الهيومن ريسورس مانجمنت. زي ايه عندنا على اجنده هذا الشابتر؟ بيتناول نظره عامه على الجوانب الاساسيه لاداره الموارد البشريه من وجهه نظر السوفت وير انجينيرنج ككارير خاص بينا. فمن خلال العناوين دي هنستعرض مع بعض ايه هي مسؤوليات الاداره بشكل عام، ثم بعد كده ايه هي الانماط او انواع الاداره كما وصفها لنا او حطها كعلم قائم بذاته علماء الاجتماع. ففي انواع متنوعه من انماط وانواع الاداره اللي يمكن تنفيذها فعلا داخل اي اورجانيزيشن. ثم بعد كده ايه هي الخطوات الاساسيه اللي واجب تنفيذها لاعداد او تطوير التوصيف الوظيفي للمسميات الوظيفيه المختلفه داخل الاورجانيزيشن. وبننتقل بعد كده الى عمليه الهايرنج او التعيين او التوصيف للاشخاص في المسميات الوظيفيه المختلفه اللي موجوده عندي. ايه الخطوات اللي بتتم والاليه اللي بتتم فعليا تنفيذها. بعد كده المفروض ايه الممارسات اللي يقوم بيها الليدر او المانجر للحفاظ على الانفايرومنت الديزرت او الصحيه المرغوبه للعمل اللي تؤدي فعلا الى تحقيق الاهداف الفعليه بافضل الطرق. ثم بعد كده الحفاظ على الاكاونتابيليتي او المساءله والمتابعه والكنترول الدائم وتقييم اداء الناس من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، انه الاتشيفمنتس الانجازات الكويسه لازم تتكافئ، وبرده الاخطاء او الانحرافات لازم يبقى ليها نوع من العقاب. اخر حاجه معانا في الشابتر الجرومنج والسكسيشن بلاننج، والمقصود بيه هنا التخطيط المستقبلي المتعاقب، اللي هو ما ينفعش ابدا انه التاسك دي ما بيأديهاش غير هذا الشخص، لا طبعا غير مسموح ابدا بهذا المبدأ داخل اي اورجانيزيشن. لازم من ايجاد وتدريب وتعليم صف تاني يكون موجود لتولي المهام والمسؤوليه في الظروف الطارئه الاستثنائيه او في حاله انه هذا الشخص ترك الاورجانيزيشن. فده كده كل ما هو ان شاء الله هيتم شرحه بالتفصيل داخل شابتر 15 معي. فنبدأ مع بعض. في أول حاجة عندي المانجمنت ريسبونسابيلتيز، زي ما قلنا دي المهام أو المسؤوليات أو وظيفة المانجر. فنستعرض مع بعض كده، نقدر نقول إنه يمكن تلخيص وظيفة أو مهام أو مسؤوليات المانجر في الأنشطة التالية اللي قدام، ودي اللي بتعتبر من أهم أو الأكثر شيوعاً أو المهام الرئيسية لأي مانجر موجود. فمن أهم الأنشطة بتاعته لازم إيجاد الدافعية، تحفيز فريق العمل المعالي يكونوا في أفضل حالاتهم علشان يبذلوا فعلاً أقصى جهودهم لتحقيق الأوبجيكتيفز المتفق عليها من البداية.
كمان تاني حاجة السعي وراء المصلحة الأهم والفضلى للإمبليز اللي موجودين معاه، تحقيق الاستفادة القصوى، تسكينهم فعليا طبقا لما يمتلكوه من إمكانيات وقدرات. فمهم قوي إنه الليدر أو المانجر يكون عارف إمكانيات الناس اللي موجودة معاه، إيه السكيلز بتاعتهم، مين شاطر في إيه، مين هنا الأفضل إنه يؤدي هذه التاسك، فبالتالي أساين عليه ده. فلازم تعرف كويس قوي متطلبات كل تاسك عندك ومين الأفضل في الحتة دي فيؤديها أفضل من الآخرين. ثالث حاجة خلق البيئة اللي بتضمن فعليا تحقيق جميع الأهداف التنظيمية اللي بتنطبق عليها الوظيفة المسكن عليها هذا الإمبلي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. نهيئ الانفايرومنت، بنحاول نشوف إيه الأفضل الآليات والممارسات، روح طيبة تسيطر على الجميع، المشاركة في إعداد الخطط. فالموضوع ده اللي هو وسائل كتيرة أوي. كمان لازم المانجر يكون مثال يحتذى به هو نفسه، سواء كان في المساءلة أو المتابعة أو الكنترول، طريقة الأداء. كمان البروفيشناليزم اللي هو الاحتراف والتميز من حيث طريقة أدائه ومنهجيته اللي بيتبعه. خلينا نتفق برضو ان نقول في السعي انك تحقق الاهداف او المهام اللي احنا قلنا عليها دي، عادة ما بيستخدم المدير بعض الاستراتيجيات المتنوعة ويتحمل فيها مسؤوليات معينة، بتختلف طبعا باختلاف الاورجانيزيشن وطبيعة الوظيفة نفسها والشخص. يعني نقدر نقول انه تستخدم انه استراتيجية في تحمل المسؤوليات دي او ايه الريسبونسبيلتي حاجة. يعني عندي ثلاثة فاكتورز اساسيين، الاورجانيزيشن وطبعا ده بناء على الحجم بتاعها، ايه الاليات القوانين واللوائح المنظمة اللي بتلتزم بيها الاورجانيزيشن دي. فطبعا هنا كل اورجانيزيشن بتختلف عن الاخرى. تاني حاجة الجوب ناتشر اللي هو طبيعة الوظيفة نفسها، الليميتيشنز الحدود بتاعتها، الأنشطة أو المهام المرتبطة بيها، العلاقات مع الوظائف الأخرى اللي موجودة. تالت فاكتور معايا وهو بيكون الانديفيدوال نفسه، يعني هو هنا الشخص نفسه بقى بما يمتلكه من مهارات، من صفات شخصية، من كوميونيكيشن سكيلز، من توافق نفسي والسلوكيات بتاعته، الاتيتيود الاتجاه بتاعه عبارة عن ايه. فالثلاثة فاكتورز دول أساسيين جدا إنهم يحددوا أنه استراتيجي هيلتزم بيها المانجر، بالإضافة إلى إيه هي الريسبونسابيلتيز اللي ممكن يقوم بيها اكزاكتلي بشكل فعال. طيب فخلينا نقول بقى هنا دلوقتي نقدر نقول إنه في مع ذلك بقى في تحديد لبعض الوظائف العامة الأساسية للإدارة، وهي عبارة عن البلانينج، الاورجنايزنج والكوردينيتنج والكوماندنج والكنترولنج والهايرنج. فدول يعتبروا التخطيط وتنظيم العمل، التنسيق ما بين التاسكس والريسورسز المختلفه، الكوماندنج اعطاء الاوامر واساين التاسكس على الناس، والكنترول المتابعه وتقييم الاداء وازاله العقبات، ونهايه بالتوظيف. لكن خلينا نقول انه تم استبدال الكوردينيتنج والكوماندنج بمسمى الليدنج كنوع من استخدام الالفاظ المور فريندلي للتعامل مع الاشخاص لعدم ايجاد سوء فهم او عدم تقبل الكونسبت نفسه. فبيتم دلوقتي استبدال الكوردينيتنج والكوماندنج الاثنين تحت مسمى الليدنج. المفروض هنا على السوفت وير انجينير ان يكون مدرك تماما ومتمرس على مثل هذه الريسبونسابيلتيز والمهام دي، لانه فعليا بيمتلك برضه منصب اداري بيتطلب غالبا الاشراف على فريق التطوير وهندسه البرمجيات او المهام بتاعه الديبارتمنت والاي تي. فمهم كمان ان هو ان اديشن ل التكنيكال سكيلز بتاعته لازم يكون عنده المانجمنت سكيلز برضو على نفس القدر من الاهميه. ننتقل بعد كده للمانجمنت ستايلز، ودي زي ما قلنا انه ده علم قائم بذاته في العلوم الاجتماعيه والانسانيه لتحديد العديد او وضع العديد من النظريات حول اساليب الاداره من قبل علماء الاجتماع.
خلونا نعرف كده انه المانجمنت ستايل هو الطريقة او الآلية او المنهجية اللي بيعمل بيها المانجر علشان يحقق اهدافه. بتتضمن الطريقة او الآلية او الاسلوب اللي بيقوم بيها المانجر بوضع الخطط، تنظيم العمل، اتخاذ القرارات وحل المشاكل المختلفة وإزالة العقبات، تفويض السلطات اللي هي من خلال الاساين بتاع التاسكس والريسبونسابيلتيز، وإدارة الستاف من جميع الدايمنشنز. فكل نمط من دول المفروض انه هيساعد المانجر انه يقوم بالمهام بتاعته دي بطريقه وبشكل معين. طيب طبعا اللي قدامنا دول احنا نستعرضهم دلوقتي مع بعض in details بالتفصيل الكامل، لكن خلينا نتفق ونقول انه علشان اختار انه ستايل او انه اسلوب او نمط من دول ان انا اقدر اطبقه فعليا، او ان هو ده الافضل بالنسبه لي، او هو ده اللي يتوافق مع السيتويشن او البروبلم اللي انا بتعامل معاها او مجموعه الامبليز اللي انا فيه، فعندي مجموعه من الفاكتورز، مجموعه من العوامل اللي بتحكم تستخدم انه نمط من دول. الفاكتورز دي في منها internal factors وفي منها external factors. external المقصود بيها انه خارج نطاق الاورجانيزيشن نفسها، بمعنى ان انا حاجه مفروضه عليا ما اقدرش ان انا اتحكم فيها او اغيرها، لكن لازم اتواكب او اتلائم معاها. زي ايه مثلا؟ زي قوانين العمل الموضوعه من قبل المؤسسات الكبيره المنظمه للعمل داخل هذا الكارير او لمثل هذه الانواع من الشركات او المؤسسات. الاكونومي الاقتصاد بشكل عام، زي ما انتم شايفين ان احنا الماركت كله اصبح حاجه انترناشونال، فانت اي تاثيرات في الاقتصاد العالمي بيأثر عليك كمان لو انت في النطاق المحلي. فالاقتصاد بشكل عام التغيرات بتاعته اللي بتحصل، اي ظروف انفايرمنت خاصه، زي ما انتم شفتوا كده انه انتشار فيروس كورونا مثلا اثر على الاقتصاد في العالم كله، فما تقدرش تعزل نفسك بشكل او باخر. كمان الكومبيتيتورز بتوعي، المنافسين اللي موجودين، السبلايرز الموردين اللي انا بتعامل معاهم، وكمان الكاستمرز او الكلاينتس اللي انا بستهدفهم. فكل دي اكسترنال فاكتورز خارج سيطره الشركه تماما، لكن واجب التاقلم ومواكبه التغيرات اللي بتحصل فيه. كمان internal factors بقى على الدايمنشن الاخر، العوامل الداخليه اللي بتبقى موجوده داخل الاورجانيزيشن وبتاثر فعليا على اختيار which style ممكن اطبقه. عندي طبعا الاورجانيزيشن كلاكتشر، الثقافه التنظيميه والمؤسسيه الشامله للشركه، السياسات المتبعه فيها، اللوائح المنظمه للعمل، الاولويات اللي موجوده، مدى اندماج ومشاركه الموظفين معانا في وضع الخطط ووضع الاهداف وتحديد طرق واليات العمل. كمان يفرق معايا قوي هنا مستويات مهاره الستاف اللي معايا، الامبلييز، فريق العمل اللي معايا، امكانياته ايه، مهاراته ايه، قدراته ايه، مدى التجاوب والتوافق ما بينهم. فكل دي عوامل مختلفة بتؤثر عليه. يعني أنا عندي كل الستايلز دي موجودة وأفيلابل ومعروف إيه الآليات بتاعتها، لكن تختار أنه ستايل في أنه سيتويشن، عندي في كتير عوامل بتأثر. لكن خلينا نقول انه تعتبر قاعده هامه انه الافكتيف مانجر، المدير او الليدر الفعال، هو الشخص اللي يمكنه تعديل اسلوب ادارته كريسبونس، كاستجابه لعوامل مختلفه، مع الحفاظ على الفوكس الاساسي او يكون تركيزه على انه يحقق الاهداف الموضوعه والمتفق عليها بنجاح كبير. فده حاجه اساسيه لازم تتبني داخليا عند اي مانجر يتولى الاداره. نبدا بقى مع بعض كده في استعراض موجز لانماط الاداره الاكثر شيوعا معي. أول نوع عندي الأوتوكراتيك مانجمنت، أو يعتبر الأسلوب الاستبدادي. هنا بيقوم على إنه المدير بيأمر أو بيوجه التعليمات لأعضاء الفريق، وبيطلب منهم اتباع تعليماته دي بدون نقاش. يعني أنتوا هتاخدوا التاسكس وتنفذوها بهذا الشكل اكزاكتلي.
طيب هنا نقول ان الادفانتج بتاعته انه طبعا هنا المانجر بيضمن انه ينجز المهام المطلوبه دي على طريقته واسلوبه هو الخاص بتاعه. الميزه الثانيه انه هنا المانجر بيبقى عنده احساس بالتوتال كنترول او السيطره الكامله على الاداره بتاعته، سواء كان طريقه الاداء او الامبليز نفسهم اللي موجودين معاه. طيب على الدايمنشن الاخر هنلاقي انه الديس ادفانتج بقى بتاعت هذا الستايل من الاداره انه قد لا تكون طريقه المدير دي هي دايما الافضل او الاكثر حكمه او الاحسن. بيفترض النهج ده انه الاعضاء هنا ما عندهمش الذكاء الكافي للثقه في المسؤوليات الرئيسيه بتاعتهم. طيب فعادة ده بيبقى هنا المانجر بيبقى خاطئ، بيعتقد ان هم مش على قدر كافي ان هم يتولوا مسؤولية او هم يتولوا الاداء بنفسهم، فهو بالتالي بيحدد لهم ده بشكل اجباري. فبنقول هنا انه برضو من العيوب بتاعته انه عادة الناس مش بيحبوا اللي بيملي عليهم الاوامر او بيديهم التعليمات. وفعلا أثبتت التجربة إن معاملة الناس بالطريقة دي بتستدعي ميلهم الكامل للتمرد وبيظهر كمان على السطح، فتلاقي إنه ده بيكون إحساس المدير بالسيطرة الكاملة، ده طبعا بيبقى خاطئ وبتبقى الناس غير راضية، وعادة الوضع ده ما بيستمرش لفترة طويلة. ننتقل بعد كده للديمقراطيك مانجمنت او النمط الديمقراطي. هنا بيطلب المدير الافكار والمقترحات والمدخلات من اعضاء الفريق بتاعه، كمان بيفتح باب المناقشه والتشاور ما بينهم، بيتم اخذ المقترحات دي ومناقشتها وتقييمها، وبعد كده يمكن دمجها كمان في آليات التخطيط والتشغيل اللي بتتم داخل الإدارة بتاعته. نلاحظ هنا إن مميزات الأبروتش أو الستايل ده، هنا بيتم تشجيع أعضاء الفريق على المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة، بيمنحهم ده كمان إحساس قوي بالانتماء والالتزام، مما يحفز عندهم الدافعية للمشاركة في مهام الشركة والتفكير كمان في المضي قدما بقى، ان هم السعي لتحقيق الاهداف دي والارتقاء بالشركه ومحاوله تحسين كافه الظروف اللي موجوده في الشركه. كمان بيمكن من بناء علاقات عمل صحيه وقويه ما بين المديرين واعضاء الفريق. لكن كمان نلاقي انه هنا العيب الرئيسي لهذا النمط عادة لا يؤدي دائما إلى نتائج إيجابية. أظهرت برضو النتائج إن في سيناريوهات لا تبرر أبدا استخدام هذا النمط، لأنه طبعا هنا لازم شروط معينة تتوافر في التيم وورك بتاعك اللي أنا ممكن أخد برأيه وأخد بمقترحاته، فده برضو لازم نقطة تؤخذ في الاعتبار. النوع الثالث معايا اللي هو laissez faire management، ده بنسميه الابروتش ده نهج عدم التدخل. بيفترض هنا المدير القليل جدا من السيطرة أو غالبا لا يتحكم على الإطلاق، بحيث بيسمح لأعضاء الفريق أنه يفعل كل ما يحلو له بطريقته هو بأسلوبه زي ما هو حابب زي ما يرتقى ليه. لكن بنقول هنا على الرغم من وجود مواقف بتستدعي اسلوب الاداره ده، يعني مثلا زي حاجه بتبقى مثلا سبيشال او حاجه اجتماعيه مثلا زي الكريسماس بارتي مثلا او حاجه زي كده، لكن بتؤدي في معظم الحالات الى الفوضى وعدم تحقيق الاهداف المهمه، فده برضو يجب الحذر جدا في استخدام مثل هذا النمط. عندي بعد كده النمط الرابع الـ Path Goal Leadership، قيادة المسار والهدف. هنا بيؤثر القائد على أداء ورضا وتحفيز أعضاء فريق العمل بتاعه من خلال مجموعة من الخطوات، زي مثلا هنا بنلاحظ إنه وضع أهداف واضحة يمكن تحقيقها بالنسبة لأعضاء الفريق، تقديم بعض المكافآت والتقدير لتحقيق هذه الأهداف،
كمان توضيح المسارات من ايه البارس، ايه الخطوات اللي احنا ممكن نمشيها علشان نحقق هذه الاهداف. كمان مطلوب من المانجر في هذا النهج انه يزيل او يخفف من العقبات والمشاكل اللي ممكن تعترض الاداء وتحقق الاهداف في نهايه المطاف. تمام، فالنمط ده بنلاقي ان هو بيتم من البدايه تحقيق الجول، المفروض احنا عاوزين نحقق ايه، الاهداف 1 2 3، وعلشان نحققهم المفروض هنعمل ايه، برضو 1 2 3 ستيبس كخطوات كاكتيفيتيز، ده بنحددنا الباس. كمان بيقول ايه اللي هينجز ويحقق ده مع الديدلاين بتاعه او بدرجه معينه من الانجاز هيبقى له مكافآت، ونشوف ايه المشاكل اللي ممكن تعترضنا ونتعاون ان احنا نحلها مع بعض. طيب بنقول هنا علشان انفذ مثل هذا النمط المفروض انه الليدر بيكون بده من خلال تبني او اعتماد اسلوب قياده معين بناء على الموقف اللي احنا اكشوالي بنواجهه. يعني قد يكون الدايركتيف ليدر شيب اللي هو القياده التوجيهيه، وده يمكن القيام بيه عن طريق تحديد وتعيين الاهداف والاستراتيجيات والمهام في السعي لتحقيق الأهداف دي، وتقديم كمان المشورة والتوجيه دايما لأعضاء الفريق اللي معي. يبقى هنا من خلال المتابعة والكنترول أقدر أوجه اكزاكتلي التنفيذ الفعلي للمهام المتفق عليه. النوع الثاني من القيادة اللي هو السبورتيف ليدرشيب أو القيادة الداعمة، وبيتم ده من خلال دعم أعضاء الفريق من خلال بناء علاقات قوية وجيدة ما بينهم وما بين المدير أو ما بينهم وما بين بعض. النوع الثالث من القيادة وهو البارتيسيبيتيف، القيادة التشاركية، بيتم هنا من خلالها أثناء صنع القرار بيقوم على التشاور مع أعضاء الفريق. يعني لما تقابلنا بروبلم معينه او سيتويشن معين وعايزين ناخد في راي، فبنبدا نتناقش ونعرض الموضوع ونبدا نشوف ايه المقترحات اللي بتساعد على اختيار افضل بديل للحل من خلال عمليه الديزيشن ميكنج. النوع الرابع من القياده اللي بتساعد اكزاكتلي على تطبيق الباس جول ليدرشيب هو الاتشيفمنت اورينتد ليدرشيب او القياده الموجهه نحو الانجاز. هنا بقى بيضع الليدر او المانجر اهداف صعبه وتوقعات اداء عاليه. بيتم التعبير عن هنا انت بتدي ليفل عالي من الثقه في قدره المجموعه العمل اللي معاك. طبعا هنا انت بتحسسهم بالثقه الكبيره كنوع من التشالنج التحدي معاهم، وده اكشوالي بيلهم الاعضاء ان هم تقديم افضل ما يمتلكون من قدرات وامكانيات والسعي وراء التحقيق الكامل للاهداف دي. لو تطرقنا لاهم مميزات الباس جول ليدرشيب هنلاقي انه من اهم مزاياه بناء الثقه القويه بين اعضاء الفريق، وكمان بيلهمهم للمساهمة بأفضل ما لديهم، وبالتالي يمكنه بناء healthy working environments، بيئة عمل صحية، علاقات طيبة، مناخ صحي للتعامل. لكن على الدايمنشن الآخر نلاقي برضو إن له بعض الديسادفانتج، زي مثلا يمكن إن تكون الانفايرومنت دي كومبتيتيف، يعني بيئة تنافسية بشكل مفرط، وده بالتالي ممكن يخلق عداوة بين الأعضاء. كمان لو ما كانش أعضاء الفريق دول مستعدين بشكل كافي، يعني يمتلكوا السكيلز المطلوبة، عندهم المهارات المناسبة، عندهم الاتيتيود المساعد، فنلاقي إنه ممكن تيجي الجهود دي بنتائج عكسية تماما غير المتوقع أو المخطط له فعليا. النوع الخامس معانا الترانسفورميشنال ليدرشيب. هنا بقى يا شباب بيتبنى هذا النمط انه المانجر او الليدر بيقدم نفسه كعامل للتغيير، هو التشينج ايجنت اللي موجود، وطبعا هنا بيفترض او على الارجح انه بيكون التغيير للافضل نحو التطوير والتحسين ورفع الكفاءه والفاعليه، فهو هنا ده الاهداف الاساسيه. بيتم بناء علاقات قوية ما بين الليدر والمانجر وأعضاء الفريق اللي معاه.
غالبا بينطوي على رؤية محددة لتشكيل الأورجانيزيشن في اتجاه جديد متطور وإحداث التغيير نحو الأفضل دايما. بيتميز كمان بالأفكار القوية والإلهام والابتكار والاهتمامات الفردية. يعني هو هنا بيحط رؤية بشكل معين انه احنا عاوزين الشركة دي توصل لحد فين خلال ال5 سنين اللي موجودين الجايين مثلا، او على فترة زمنية محددة على حسب، او احنا عاوزين نبقى رقم كام في السوق مثلا، او عاوزين نعمل سيستمز او ابلكيشن بانه شكل. فبيبدأ يحط هنا الجول او الهدف بتاع التغيير وايه هي التغييرات اللي مطلوبة، ويبدأ يقنع بيها الفريق اللي معاه. الادفانتج هنا الرئيسيه ان هيبقوا المتابعين معايا بقى فريق العمل بتاعي يبقوا متحمسين جدا لاحداث التغييرات المطلوبه دي زي ما اعلنها الليدر. هيبقى كمان في شعور قوي جدا بالالتزام بتحديد الاهداف. بنيت نوع من الموتيفيشن، اقنعت الناس بضروره واهميه التغيير. طيب على النقيض بقى هنلاقي انه في برضو بعض الديس ادفانتج، في بعض من العيوب ممكن تواجهنا او التشالنجز ممكن تواجهنا خلال هذا النمط. بيقول اذا لم ياتي التغيير ده في الوقت المناسب اللي كان محدد طبعا للخطه الموضوعه، قد يسيطر الاحباط على بعض اعضاء الفريق. احنا بقى لنا فتره بنشتغل وما فيش جديد وما فيش تغيير وما فيش حاجه حصلت، فانت لازم تكون مستعد اكزاكتلي لمواجهه مثل هذا السيتويشن. كمان الابروتش ده بيطرح سؤال مهم جدا اللي هو ايه اللي هيحصل بعد ما نحقق التغيير المطلوب، بعد ما نوصل للليفل اللي احنا عاوزينه ده، او بعد ما نوصل للمرحله دي او المكانه دي، المفروض ايه اللي يحصل بعد كده. فعلشان كده لازم الرؤيه الكامله تبقى واضحه في ذهن الليدر او المانجر علشان يقدر اكزاكتلي يجاوب على مثل هذه التساؤلات ويعالج مثل هذه المواقف لو كان اكشولي حابب ان هو يتبنى مثل هذا النمط. عندي بعد كده السوبر ليدر ابروتش. هنا بقى بيعتبر الليدر او المانجر نفسه الايقونه الاساسيه. هنا هو الرمز، هو القدوه، هو المثال اللي يجب على اعضاء الفريق انه يحاكيه ويحتذى به، ياخده هو القدوه بتاعته. شوفوا انا بعمل ايه واعملوا زي اكزاكتلي، تكرروا نفس الشخصيه ونفس الصوره ونفس الطريقه والاسلوب. طيب زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال فهتلاقي انه بيحط معايير عاليه وبيتحدى بيها اعضاء الفريق ان هم يقلدوا نفس هذه المعايير. الابروتش ده بيعالج كمان المساله بتاعه الجرومينج زي ما قلنا، اللي هو مساله تخطيط التعاقد، اللي هو زي ما اتفقنا انه ايجاد صف تاني في لازم فئه مدربه ومستعده ومتعلمه ان هي ممكن تتولى هذا المنصب في حاله اي ظروف استثنائيه تبقى. طيب فهنا السوبر ليدر ابروتش ده بيدعم جدا الحته دي من خلال اعداد اعضاء الفريق اللي تم اختيارهم علشان يكونوا قاده متميزين على مستويات متنوعه في الاورجانيزيشن. من اهم الادفانتج بتاعته انه بيروج لفكره القياده بالقدوه، ان انا اكزاكتلي لو عندي مجموعه جديده فانت مجرد هتتبع خطوات وطرق واليات المانجر بتاعك وتبقى انت اتعلمت اداء المهام المطلوبه. كمان بيحفز الناس عشان يكونوا في افضل حالتهم، ده نفس الادفانتج بتاعت الباس جول ليدرشيب. لكن نقدر نقول كمان ان المين تشالنج هنا، التحدي الاساسي لهذا النمط، انه فعلا يكون القائد متميز. لازم يكون القائد المتميز ده مستعد جيدا وعلى درايه بالانشطه والمهام اللي اعضاء الفريق بيرغبوا في الاندماج بيها. يعني مثلا ما تجيبش حد مش انترستد بالبوزيشن اللي هو موجود فيه وتطلب منه ان هو يتعامل بهذا النمط. لازم تفهم كويس قوي الناس مستعدة إلى أي مدى، حابة المسمى الوظيفي اللي هي فيه، روح الانتماء عالية معاهم، متقبل هذا الشخص عشان يقدر يحاكيه ويتعامل معاه ولا لا. فده التشالنج الأساسي لتطبيق مثل هذا النمط. بعد كده عندي التاسك اورينتد ليدرشيب. هنا التركيز الأساسي للليدر أو المانجر هو تنفيذ الأنشطة
من خلال السعي نحو تحقيق الأهداف المتحددة من قبل، بمعنى إن أنت بتدي بتقسم المهام أو الأكتيفيتيز أو البراكتسيز للناس. هنا بقى بتلزم، يجب القيام بتنفيذ هذه الأنشطة أو المهام المحددة بأي ثمن. أنت كل مهمتك، كل واحد فيكم ياخد التاسك دي ويبدأ ينفذها exactly بالشكل المتفق عليه. بنقول هنا في الأدفانتج بتاعته، في تعتبر achievement oriented اللي هو موجهة نحو الإنجاز، وبالتالي من المحتمل ان هي تنتج مستوى عالي من الانتاجيه لو كان actually التاسكس دي مخططه بشكل صحيح، معروف ادق التفاصيل بتاعتها والمتطلبات الكامله بتاعتها. ف exactly لو كل شخص من اعضاء الفريق ده exactly نفذ التاسك بالمواصفات المطلوبه، فده فعلا هيؤدي الى انتاج مستوى عالي جدا من البرودكتيف. لكن خلينا نقول برضو انه يجب مراعاة الادفانتجز بتاعت هذا النوع، انه يمكن انه يبقى القائد نفسه غير حساس للاحتياجات الانسانية والنفسية والاجتماعية ما بين اعضاء الفريق. يعني انا دون الاخذ في الاعتبار اي ظروف تحصل او اي استثناءات، انت مطالب منك انه تنفذ ده تحت اي كونديشنز وباي تمام. فأثناء ما احنا شغالين في الفترة دي لا يتم اعتبار أي نواحي أو احتياجات إنسانية لأعضاء الفريق، لكن يمكن استيعابها بعد كده في أثناء متابعة الأهداف. كمان ممكن تؤدي ده إلى مشكلة، تحس إنه أنت أصبح معاك فريق محبط غير متحمس، ده بيصعب طبعا على ويعوق قدرة القائد على تحقيق الأهداف ذاتها. طبعا إن هنا الهيومن ما ينفعش أبدا إن نتعامل كماشين، إنه خد دي واعملها بالشكل المتعارف عليه، فلا، لازم طبعا قيادة الهيومن وإدارته بتختلف تماما عن الروبوت أو عن الماشين، فده لازم يؤخذ في الاعتبار. بعد كده عندي الـ Relation Oriented Leadership. هنا في هذا النمط كتركيز أساسي بيسعى الأبروتش ده إلى بناء علاقات جيدة مع أعضاء الفريق. هنا الفكرة وراء ذلك إيه؟ إنه إذا كان لأعضاء الفريق علاقات طيبة جيدة مع القائد بتاعهم أو المانجر بتاعهم، فده يلهمهم بشكل كبير للأداء الجيد والفعال. طيب هنا من الادفانتج بتاعته انه لما بيعمل الفريق بروح العمل الجماعي فعلا، بتبقى روح طيبة مسيطرة عليهم كلهم على قلب رجل واحد، فبتكون النتائج فعلا مقنعة للغاية. لكن احد الاسباب المحتملة لذلك هو شعور اعضاء الفريق باحساس قوي بالانتماء وملكية البروجكت او العمل اللي هم اكشوالي بيقدموه. ان احنا كلنا زي ما قلنا على قلب راجل واحد، كلنا بيجمعنا هدف واحد وروح طيبه مسيطره على الجميع. لكن نقول كمان انه على الديس ادفانتج انه الابروتش او النمط ده عاده ما بيعملش بالشكل ده، لا يعمل دائما في الواقع. فمن الممكن انه بيتمتع فعلا اعضاء الفريق ده بعلاقات طيبه مع القائد بتاعهم، لكن برضو استيل الاداء بتاعهم ضعيف. بل على العكس كمان، احنا ممكن نلاقي ان السيناريو الأسوأ في كده يا شباب انه الفريق يصبح نادي اجتماعي، تمام، في الكثير من الزماله والعلاقات الطيبه والعلاقات الانسانيه، لكن تلاقي فعلا قليل جدا من العمل والورك الفعلي. طيب نتيجة بقى زي ما انتوا شفتوا كده ان احنا في الانماط اللي استعرضناها دي يعتبر كل نمط له اليات وله ادفانتج وديس ادفانتج. العديد من الانماط دي ادى الى حيرة كبيرة وتحديات ما بين علماء الادارة وعلماء الاجتماع انهم يوجدوا الاوبتيمال ستايل الموجود. فعلشان كده هنلاقي انه عملوا عندنا الـ Contingency Leadership او قيادة الطوارئ.
هنا ده يعتبر هو الحجة أو البرهان للمدرسة الواقعية، بمعنى نظرا لأن جميع المناهج الفردية أو الأنماط اللي احنا استعرضناها وناقشناها مع بعض دي ليها مزاياها وعيوبها، فهنا يجب على المانجر فيما يخص بقى الليدر أو القائد الاحتفاظ بالحق الكامل في استخدام أنماط أو مناهج متنوعة اعتمادا على السيناريو اللي موجود عندنا. تمام، السيناريوهات دي اوريدي هي بتطرح نفسها في الانفايرومنت بتاعة الورك، فانت تشوف ايه السيناريو اكشوال اللي موجود في الورك انفايرومنت داخل الاورجانيزيشن اللي انت بتشتغل بيه، يعني ايه السيتويشن اللي انت بتقابله، طبيعة الناس اللي انت بتتعامل معاهم، ايه امكانياتهم قدراتهم، طبيعة البروبلم اللي انت بتحلها، البلان الموجودة دلوقتي والواجب تنفيذها. فانت هتبدأ تشوف السيناريو اللي معاك ده اللي طرح نفسه على الورك انفايرومنت داخل الاورجانيزيشن، ايه المتطلبات والاحتياجات بتاعته، وبخبرتك بقى تقدر تحدد انا مين الافضل ان انا استخدم انه نمط. فهنا العملية متروكة لخبرة ومهارة وقدرات المانجر نفسه في اختيار النمط الأفضل اللي يتناسب مع هذا السيناريو أو السيتويشن اللي أنا أكشولي بواجهه داخل الأورجانيزيشن. طيب هنا بقى هذا النمط، الميزة الأساسية بتاعته تجنب نقاط الضعف في أي أبروتش أو نمط من اللي احنا ناقشناه، مع الاستفادة من نقاط القوة في الابروتش ذات الصلة، يعني هاخد الحتة الكويسة دي من هذا النمط واستبعد الديس ادفانتج بتاعته، واخد حتة تانية من نمط اخر برضو الافضل بيه. طيب هنقول هنا برضو انه الديس ادفانتج احنا زي ما قلنا ده بيعتمد على ايه يا شباب؟ ها، بيعتمد على خبرة ومهارة وقدرات المانجر. فبنقول هنا المانجرز بقى اللي هيبقوا لا يمتلكوا الخبرة او ما عندهمش النوليدج الكافية او المهارات القوية، فهنا ممكن يحصل في اصدار احكام سيئة حوالين ايه هي الاستراتيجية المفروض ان احنا نوظفها، اختار انه نمط امتى وازاي وفين وليه، احكم على انه ده الافضل في هذا السيتويشن، لا ده ما ينفعش مع طبيعة فريق العمل ده، لا ده ما ينفعش مع هذه التاسك، النمط ده غير ملائم للبلان دي. فهنا ده برضو اللي هيبقى التشالنج الكبير قدام المانجر. طيب مع ذلك برضو نلاقي انه مع تزايد كل ما الخبرة بتزيد بقى في شخصية المانجر، ففعلا ما بيتخذ المديرين اللي بيتبنوا هذا النمط قرارات بتكون اكسلن في الابرج، يعني في المتوسط النمط ده فعلا مع تزايد خبرة المانجر بيكون هو الافضل في الالتزام بيه واستخدامه وتطبيقه فعلا. كده احنا خلصنا الانماط بتاعت الادارة، هننتقل دلوقتي للسكشن اللي بعد كده اللي بيتكلم على developing a job description. زي ما قلنا قبل كده انه ان شاء الله في سوق العمل لما تيجي تدرج على اي مسمى وظيفي موجود في الاورجانيزيشن ان شاء الله تشتغل فيها، فبيتم تسليمك الجوب ديسكريبشن او التوصيف الوظيفي للوظيفه اللي انت هتلتحق عليها، وده طبعا احنا اتكلمنا عليه برضو بشكل تفصيلي في شابتر 2 من الكتاب بتاعنا. فبنقول هنا انه باعتبارك محترف او متخصص في الكمبيوتر ساينس او الكمبيوتينج والانفورماتكس مع مسؤولياتك الاداريه، فقد تشارك كسوفت وير انجينير في وضع توصيفات وظيفيه لاعمال او وظائف للناس الجديده المبتدئه اللي هتتعين في الشركه. لكن نتفق انه عاده ما هيكون لكل اورجانيزيشن مختلفه معايير متنوعه فيما يتعلق بكيفيه كتابه التوصيف الوظيفي الموجود داخل الاورجانيزيشن حسب طبيعه المهام بتاعتها، حسب الكارير اللي هي موجوده فيه، حسب السياسات والقوانين واحتياجاتهم الفعليه. لكن نتفق برضو ان في لسته او في قائمه يمكن مراجعتها او الالتزام بالمكونات الاساسيه الواجب ادراجها داخل اي توصيف وظيفي هيتم اعداده.
فعادة ما بتحتوي هذه الدوكيمنت على اسم الشركة واسم الديبارتمنت محدد لو مقسمة لديبارتمنتس، السامري ملخص الوظيفة كوصف موجز لها، المهام الرئيسية اللي المفروض هيقوم بيها الشخص اللي هيتعين على هذا المسمى الوظيفي، الصلاحيات المرتبطة بالوظيفة المفروض هتعمل ايه، واحد اتنين تلاتة، كمان reporting relationships اللي هو علاقة تقديم التقرير، مين هو رئيسك المباشر المفروض هتقدم له التقرير، required qualifications اللي هي المؤهلات الشهادات بتاعتك الجامعية المطلوبة للتعيين بالوظيفة، متطلبات أخرى إضافية، طبعا ده بيكون على حسب طبيعة الوظيفة، مهام شخصية بشكل معين، صفات وسمات واجب توفرها، دورات تدريبية، إتقان لمهارات معينة، فكل ده بيتم وضعه في هذا السكشن الأخير. فدول كده قد يدرج عليهم كمان حاجات إضافية أو يستثنى منهم حاجة على حسب زي ما قلنا طبيعة الأورجانيزيشن، لكن exactly هي دي البيزك كومبوننت بتاع الجوب ديسكريبشن. وزي ما قلت لكم احنا استعرضنا ده بالتفصيل وشرحناه تفصيليا بالمحتوى بتاعه، ويمكن الرجوع ليه من خلال شابتر 2 لو محتاجين ان انتوا تتذكروا مثل هذه الدكتور. وده طبعا الناس تدرس ده بشكل واعي تفصيلي علشان تقدر تأقلم نفسك exactly لما تيجي تدرج على وظيفة معينة او انت عاوز تقدم علشان كافي انترفيو ان انت تاخد وظيفة، لازم تاخد بالك من ادق التفاصيل اللي تكون مطلوبة وتحطها في ذهنك علشان تقدر exactly تتعامل معاها اثناء الانترفيو او التقديم لوظيفة في شركة معينة. ننتقل بعد كده لسيكشن الهايرنج التعيين او التوظيف. الهايرنج وظيفة إدارية مهمة جدا للغاية لا يمكن الاستغناء عنها. بمرور الوقت بتعين ناس جديدة، المكان بيخلو بتجيب تاني، او الناس بتترقى او بتنتقل في وظائف اخرى، فانت محتاج على طول بصفة مستمرة ان انت تعين ناس، عاوز تجدد فريق العمل بتاعك، عاوز تزود خبرات، عاوز مثلا تدرج وظيفة جديدة ما كانتش أصلا موجودة في القائمة بتاعة الشركة، فنوى إن دي وظيفة إدارية مهمة جدا للغاية. فبنستعرض بقى مع بعض هنا إنه لا يمكن لأي مدير إن هو يعمل لوحده، إن هو يؤدي المهام بتاعته لوحده بدون وجود موارد بشرية قوية معاه تساعده وتسند. فعادة قد يتم استدعاء السوفت وير انجينير للمشاركة في عملية توظيف الأفراد المؤهلين بشكل مناسب عشان يكونوا جزء من فريق المشروع أو فريق العمل اللي معاه. طيب ناخد بقى بالنا دلوقتي إنه في بعض الاعتبارات الهامة الواجب مراعاتها أو أخذها بالاعتبار أثناء الهايرنج بروسس، عملية التعيين. المفروض في بعض النقاط كده لازم تؤخذ في الاعتبار. فعندي أول حاجة تحديد بوضوح شديد إيه هي البوزيشن المسمى الوظيفي اللي إحنا محتاجين حد يتسكن عليه. خلي بالنا هتفرق لو دي مسمى وظيفي أوريدي موجود من قبل، تمام، فأوريدي كل التفاصيل بتاعتها هتكون موجودة. لكن في حالة إن دي وظيفة جديدة موجودة فقد يتطلب منك الموافقة من مستوى الإدارة العليا اللي موجودة عندنا، لازم إن توافق إن إحنا ندرج على قائمة الوظائف بتاعتنا وظيفة جديدة. زي مثلا أنت يكون بينقصك في الفريق بتاعك أن أنا ما عنديش مثلا داتابيز أدمنستريتور أو نتورك أدمنستريتور، أو إن أنا ستيل لحد دلوقتي معيش حد بيشتغل في الموبايل أبلكيشن. فده احد الدواعي لادراج مسمى جديد من المسميات الوظيفيه. فهنا في الحاله دي لازم تاخد موافقه من الاداره العليا بتاعه الاورجنايزيشن لاستحداث هذا البوزيشن ضمن فريق العمل بتاعه. لكن على كل حال لازم يكون في توصيف وظيفي محدد بوضوح عشان اقدر اعين الناس عليه، علشان اقدر اعرفه ايه اللي هيبقى مطلوب منه exactly، وكمان اختار الناس بناء على مدى التوافق مع هذا الديسكريبشن الموضوع والمحدد المسبق. تاني حاجة كمان بيتم الاعلان عن الوظيفة دي ونبدأ في قبول المتقدمين.
طبعا بتبقى اول خطوه ان الناس بتبعت السي فيهات بتاعتها، نبدا نتشك عليه. وبعد كده بيتم عقد لجنه لعمل المقابلات الوظيفيه، المقابلات الشخصيه اللي بتتم مع المتقدمين لشغل هذه الوظيفه. الخطوه الرابعه طبعا التجهيز والترتيب لعمل المقابلات مع المتقدمين لشغل الوظيفه. طيب فيما يخص الخطوه الرابعه دي يا شباب، طبعا هنا طبقا لطبيعه وسياسات الاورجنايزيشن ممكن يختلف الانترفيو سكيدول، الجدول الزمني او ترتيب اللقاء في المقابلات الوظيفيه دي، لكن نقول ان هو عاده ما بتتم المقابلات الوظيفيه دي على 3 مراحل اساسيه. بتبقى اول ستيج عندي او المرحله الاولى هي التكنيكال انترفيو. هنا بتقوم بقى المقابلة التقنية أو الفنية دي بفحص الاستعداد التقني أو الفني أو المهني لمقدم الطلب ده. طيب المرحلة الثانية بتبقى الـ Human Resource Interview. هنا بقى الفوكس الأساسي الـ HR هنا بقى بينظر في الشخص بشكل عام، بشكل نفسي شخصي اجتماعي سلوكي، ويحاول يحدد إلى أي مدى الشخص بيكون مناسب للوظيفة دي. ده كده الليفل التاني. بعد الاتنين دول ما بينجحوا طبعا هنا المفروض إنه بيطلع نوع من الرانكينج، نوع من ترتيب الأشخاص، ويتم اختيار منهم اللي هيدخل المرحلة الثالثة اللي هي الفاينل انترفيو. تمام، فعادة ما بيتم إجراء الفاينل انترفيو ده لعدد معين من المتقدمين لشغل الوظيفة. هنا بقى بتكون المقابلة دي لتقديم عرض العمل للشخص صاحب البريوريتي الأولى في المتقدمين. طبعا زي ما قلنا بعد ما بنعمل الرانكينج لهم جميعا من قبل إدارة الشغل بعد المقابلة الأولى والثانية. طيب بنلاحظ بقى انه في بعض السيتويشنز او الظروف الستيج دي ممكن هي تدمج مع بعض. يعني على سبيل المثال انه قد تكون في انترفيو واحده يقابلك التكنيكال والاتش ار في نفس المقابله. طيب ممكن يدمجوا في مقابله واحده ويبقى عندي بس الفاينل انترفيو. ده كده فيما يخص الخطوه الرابعه. الخطوة الخامسة من الهايرنج بتبقى عبارة عن اختيار الموست سوتابل انترفيو، اختيار الشخص الأنسب للوظيفة. بمعنى ايه؟ انه من خلال التكنيكال انترفيو والاتش ار انترفيو بيتم زي ما قلنا ترتيب الناس. تيجي بعد الإدارة بعد كده الإدارة بقى في الفاينل انترفيو يشوفوا مين الناس، ونبدأ قد نتفق مثلا أو نختلف على السالري، على الاستعداد لعمل ساعات إضافية مثلا، على طبيعة مهام معينة، الفرع اللي هتشتغل فيه. فهنا بقى بناء على الفاينل انترفيو فبتحدد اكزاكتلي مين الشخص الأفضل لتولي هذه الوظيفة. طيب هنا بقى قبل ما نعمل الانترفيو نفسها المفروض السوفت وير انجينير يعمل ايه؟ فهنا بنتناول بعض الاعدادات الواجب على السوفت وير انجينير القيام بها قبل ما تنعقد الانترفيو اصلا. فقبل اجراء الانترفيو مع المتقدمين المفروض ان السوفت وير انجينير بيقوم بالتحديد المطلوب من خلال ايه؟ اول حاجه عندي اعداد مجموعه من الكرايتيريا، مجموعه من المعايير او المهارات او الامكانيات والقدرات ودرجه الاحترافيه اللي المفروض ان المتقدم يستوفيها علشان يصل لشغل هذه الوظيفة المعلن عنها. تاني حاجة بيقوم بمراجعة ملفات السيرة الذاتية للمتقدمين. تمام، زي ما قلت لكم من قبل انه السي في بتاعتك مش هي اللي بتوظفك. السي في كخطوة أولى لو مكتوبة كويس، لو بتحتوي اكشوالي على سكيلز، فهتخلي الناس في الشركة تقول احنا عاوزين نقابل صاحب السي في دي عشان نعمل معاه الانترفيو. لكن طبعا في ناس بترفض من خلال قراءة السي في انه لا ده مش هنقابله، فنكون حريصين على ان هي تحتوي فعليا على سكيلز، على ممارسات، على امكانيات وقدرات تمتلكها، على بروجكتس تكون اشتركت فيها فعليا، يكون فيها
يستدعي انهم يقابلوك انترفيو. فالسوفت وير انجينير بيبدا يقرا السي في ويقرر الشخص ده هنقابله ده مش هنقابله، دول ليهم البريوريتي الاولى وهكذا. فمهم قوي انه يقرا. طيب هنا القراءه او الفيصل هيكون من خلال انه مدى التوافق ما بين ما هو موجود اكشوالي في السي في وما احنا محتاجينه من الكريتيريا والمهارات والامكانيات اللي احنا حطيناها من قبل كده مسبقا. ثالث خطوة في الإعداد أو التحضير للإنترفيو هو إعداد مجموعة من الأسئلة اللي بتتوافق فعليا أو اللي بتتشك إلى أي مدى امتلاك المتقدم للمعايير المحددة. يعني أنت هنا بتقول علشان يبقى عنده مهارات مثلا في الموبايل أبليكيشن المفروض إن هو يكون بيعرف إيه 1 2 3 لغات، أو بيعرف إيه بلاتفورمز يشتغل عليها وهكذا. فأنت مع كل كريتيريا هتحط ليها مجموعة من الأسئلة تتوافق مع أو بيسهل عليك إنك تقدر أو تقيم مدى امتلاك المتقدم لهذه الكريتيريا الموضوعة من قبل. وده كده قدامنا يعتبر سامبل للانترفيو ايفالويشن فورم، الاستمارة بتاعة تقييم الانترفيو، ودي برضو استعرضناها مع بعض قبل كده. فعندي الانترفيو مين الاسم، طبعا اسم الشركه والديبارتمنت الموجود، مين اللي بيعمل المقابله، والمسمى الوظيفي المطروح لشغل الوظيفه، والديت، والشخص اللي احنا مقابلين. وهنا بقى الكرايتيريا اللي موضوعه عندي ريكوير كواليفيكيشن، ايه المؤهلات والخبرات بتاعتك، الشهادات اللي عندك، الاعداد المهني بتاعك، التوافق مع التكنولوجي اللي مطلوبه، الاتش ار سكيلز، البروبلم سولفنج، والموتيفيشن. هنا يا شباب الموتيفيشن والدرايف ان هو عندي الاستعداد لي، هنناقشهم هنا مع بعض اهو بالتفصيل. في احنا اتكلمنا على ايه هي اليات التحضير او ايه الاجراءات الواجب اتخاذها قبل ما نعقد الانترفيو. هنا برضو نفس الفكره بس ان كونداكتنج الانترفيو، خلال بقى او اثناء اجراء الانترفيو. عندنا قدامنا قائمه بتعرض بعض النقاط اللي بيجب على السوفت وير انجينير التحقق او التاكد فعليا من مدى توفرها لكل مرشح للوظيفه. تمام، فعندي هنا ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاستماره اللي قبل كده هيتشك عليه، فهنشرح بقى كل واحده بالتفصيل. اول حاجه عندي ريكوايرد كواليفيكيشن، هنا طبعا مقصود بيه المؤهل، الشهادات الجامعيه مثلا، او لو اخذت دبلومات اخذ معاك ماجستير، دورات تدريبية، خبرات معينة، فكل ده بيبقى في المؤهلات. بيتم هنا طرح مجموعة من الأسئلة حوالين الـ Educational Organization، إيه هي المؤسسات التعليمية اللي التحق بيها المرشح لوظيفة، الدورات التدريبية، المقررات الدراسية، أو برامج كنت بتتابعها مثلا زي الكورسات الأونلاين اللي أنت بتاخدها مثلا، فكل ده بيتحط في الكواليفيكيشن بتاعك. تاني حاجة البروفيشنال بريبريشن، مدى الإعداد المهني بتاعك. بيتم من هنا بقى طرح مجموعة أسئلة بتتعلق بخبرات العمل السابقة للمرشح. طيب بنقول هنا بقى طبعا لو أنت كنت اشتغلت في أكتر من شركة من قبل مثلا فبتدرك ده، لكن أنت كحديث تخرج عشان كده بنقول إنه تحاول على مدار وجودك في الدراسة الجامعية إنك تشتغل في مشاريع وتشارك فعليا بأداء تاسكس معينة، أو لو حتى على سبيل الاشتراك في أكثر من مجموعة عمل لاكتساب الخبرة. بعد كده عندي الفاميليتي مع التكنولوجي، مدى الالمام أو التوافق بالتكنولوجي. هنا بنطرح بقى أسئلة تقنية أو فنية بتتعلق بالتقنيات والمنهجيات المتعارف عليها بالكارير المتعلقة بالوظيفة المعلن عنها. ثم بعد كده الـ Human Relations Skills، مهارات العلاقات الإنسانية. هنا بقى بيتم طرح أسئلة من قبل الـ HR بتعلق بالتعاملات الإنسانية والنفسية والاجتماعية والسلوكية للمرشح لتولي هذه زي كيفية معالجة الشخص لتحديات العلاقات الإنسانية في الماضي،
قابلك سيتويشن بشكل معين ايه، فتصرفت فيه ازاي، قدرتك على العمل الجماعي والتوافق النفسي مع الشخصيات المتنوعة. كل ده بنسأل عليه مجموعة أسئلة، بالإضافة كمان إنه الـ HR بيستشف ده من طريقة كلامك وتعبيراتك المختلفة وردودك أثناء الانترفيو. بالإضافة كمان إلى مجرد المراقبة زي ما قلنا، إن هو ياخد باله أنت بتتكلم إزاي، بترد إزاي، حتة العمل تحت ضغط، انفعالاتك، طريقة الردود، الحالة النفسية والسلوكيات، تعبيرات البادي لانجوج اللي أنت بتتبناها، تقبلك للسؤال نفسه، وهكذا. كل ده الـ HR بيبقى قاعد حريص جدا إن هو يلاحظ كل ده عليه. عندي بعد كده الموتيفيشن والدرايف، هنا بقى الدافع او القياده، محاوله لتقييم حماس ودافعيه المرشح للوظيفه. يعني مثلا انت هتقدم ايه للاورجنايزيشن لو انت اشتغلت معاه، مدى امتلاكك للافكار الابداعيه والابتكار، قدرتك على ايجاد او تحقيق الميزه التنافسيه للشركه مثلا. فعشان كده بنقول هنا انه عند التقدم لانترفيو في شركه معينه لازم تكون قارئ كويس قوي عن الشركه دي، عارف التفاصيل بتاعتها، وضعها ايه في السوق دلوقتي، ايه الافكار اللي ممكن تحسن او تطور فيها، يعني انت هتضيف ايه للشركه لما تندرج عليه. فده مهم قوي القراءه قبل ما تروح. آخر حاجة عندي هنا بقى الـ Problem Solving Skills اللي هي مهارات حل المشاكل. هنا بقى هل المرشح للوظيفة دي عنده القدرة أو المهارة في حل المشاكل المختلفة اللي بتقابله في الـ Situations المتنوعة في وقت قصير وبشكل فعال ولا لأ؟ يعني إيه؟ هنا بقى بيتم إيه؟ بيتم عرض سيناريوهات متنوعة للمشكلة اللي بيتم عرضها، بيحكي لك سيناريوهات كده، انه احنا قابلنا مشكله بشكل معين ودي السيناريوهات او الطرق المختلفه ان انا احل بيها المشكله، وبيتم عرضها على الشخص اللي بيتم مقابله، وبينطلب منه وصف كيفيه معالجه هذه المشكله. احل المشكله دي ازاي؟ ايه الستبس اللي هنمشي؟ ايه الاليات؟ ايه المنهجيه؟ التولز اللي احنا ممكن نتبعها؟ من خلال كل سيناريو من السيناريوهات المطروحه دي، لو اخذنا السيناريو ده المفروض نعمل ايه؟ تمام؟ فطبعا علشان ابني السكيلز دي جوايا لازم اكشوالي ابراكتس، اتدرب وامارس الحاجات دي واشترك في بروجيكتس علشان اقدر فعلا اتقن مثل هذه المهارات المهمه. ننتقل بعد كده للسيكشن الخاص بـ Maintaining a Desired Environment. هنا المقصود بالسيكشن ده مدى قدرة الليدر أو المانجر على بناء الـ Healthy Environment في الـ Organization. فبنقول طبعا بصفتك مهندس برمجيات رائد ومحترف، فغالبا هتود أو يفضل إنك أو تود إنشاء وتهيئة environment work صحية طيبة بيتم فيها التثبيت أو التخلص من كل النيجاتيف فاكتورز اللي من المحتمل تعوق أو تؤثر على نجاح فريق، وكمان بيتم فيها تشجيع البوزيتيف فاكتورز العوامل الإيجابية وتعزيزها وتنميتها ضمن أعضاء الفريق بتاعك. طبعا مع وضع التركيز ده في الاعتبار، فمن الافضل عمل لما تيجي تتولى الليدنج او المانجمنت لهذا الديبارتمنت، فمن الافضل ان انا اعمل مثلا الانيشيشن ميتنج، اعمل سكيدول زمني ان انا لاجتماع استهلالي لبدء العمل مع فريق العمل الجديد، وده من الافضل ان يكون بعد وقت قصير جدا من تولي المسؤوليه. يعني ما تقعدش فتره في العمل بتاعك وبعدين تعمل، اول ما تتولى على طول مهام قياده واداره فريق العمل تبدا تعمل معاهم هذا الانيشيشن ميتنج. طيب في خلال الاجتماع ده المفروض تتم بعض الفعاليات او الانشطه. اول حاجه عندي مقابله اعضاء فريق العمل. طيب بنقول هنا لو كان الفريق كبير جدا بيتم مقابلة جاست المشرفين الرئيسيين مع بعض الأشخاص اللي بيكونوا مسؤولين
وليكن مثلا الاشخاص اللي هتبقى مسؤوله عن ان هي تقدم التقارير بشكل دوري للمشرفين بتوعه. تمام، يبقى لو الفريق صغير تقابله كله، لو كبير تختار او تنتقي منه بعض الاشخاص الممثلين عن كافه الفئات اللي موجوده عندك في فريق العمل. تاني حاجه، التحديد الكامل لايه هي توقعاتك واهدافك، وكمان طريقتك الخاصه في وضع اليات ومنهجيات العمل اللي المفروض هيتبعها فريق العمل كله معاك. تالت حاجه، اكتشاف بشكل جدي ايه اللي بيتوقعه كمان اعضاء الفريق منك، وبتحدد فعليا ما اذا كان بامكانك ان انت تحقق التوقعات بتاعتهم دي. يعني نناقش مع بعض كيفيه وضع الخطط والاليات التنفيذيه، هنشتغل ازاي، المنهجيه ايه، الطريقه، وهكذا. رابع حاجه كمان، لو انت اديت في الاورجنايزيشن دي، تحاول الحصول على التوصيف او تدرك مستوى كل وظيفه عند كل عضو رئيسي في الفريق، وظيفته ايه داخل الاورجنايزيشن والليفل الاداري بتاعه. مهم كمان قبل الاجتماع ضروري التعرف الدقيق على معايير وسياسات ولوائح الشركه دي. طيب، نقدر نقول لتحقيق أو خلق البيئة الصحية دي المرغوبة للعمل الجماعي والحفاظ عليه، هتكون هناك مجموعة من الاستراتيجيات زي ما احنا هنستعرضها مع بعض كده، هتكون مفيدة انك تطبق الاستراتيجيات دي وتحاول اكزاكتلي ان انت تنفذها. زي ايه مثلا؟ زي انك تكون موتيفيتور جيد، العمل على ايجاد روح الدافعيه والتحفيز المستمر لدى فريق العمل اللي موجود معاك في البروجكت او في الديبارتمنت اللي انت بتشتغل عليه. وطبعا احنا استعرضنا بالتفصيل في فصل 14 اللي فات الاستراتيجيات والاليات او النظريات المتنوعه لتنميه وايجاد روح الدافعيه او التحفيز لاعضاء فريق العمل، فنقدر نرجع لها وتبدا تتعلم دي اكزاكتلي وتتقنها بشكل فعال. تاني حاجة، تطوير مهارات فض المنازعات بشكل جيد، تعرف ازاي لما يحصل اي كونفليكت، اي مشكلة او اي نزاع ما بين اعضاء الفريق، تعرف ازاي تحل ده بشكل افضل. اتقان مهارات التواصل الناجح والفعال، communication skills، من اهم المهارات الانسانية الواجب ان هي تتوافر فيه. كمان ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب من خلال وضع آليات محددة لمكافأة الإنجازات المتميزة، وأيضا اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع التصرفات الخاطئة أو المنحرفة عن مهو. يعني اللي عمل الشغل بالكفاءة المطلوبة في الوقت المحدد لازم يثاب على كده، واللي اتأخر أو اللي كانت النتائج غير مرضية برضو أو التقصير، لازم كل ده ترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب. الإفكتيف كوميونيكيشن طبعا آليات ومهارات التواصل الفعال، لازم من نشر وتوزيع رؤية ورسالة الأورجنايزيشن أو الديبارتمنت اللي احنا موجودين معاه. يعني مثلا ممكن نعلقها على في المكاتب أو الأماكن المهمة في الأورجنايزيشن، معمولة بإطار جذاب ومتعلق بموضع استراتيجي في كل مكتب مثلا. أو تاني حاجة، الحفاظ على المظهر الجمالي والأثاث المكتبي الملائم لغرف ومكاتب فريق العمل. كمان ممكن الاعتماد المعلقات أو الملصقات بشكل استراتيجي، دايما تذكر فريق العمل أو الامبلييز بتوعك بشكل ده، إيه المهام وإيه المنشطة المطلوب إنهم ينفذوها، مسؤولياتهم إيه اللي هم المفروض يحققوها. زي إيه مثلا؟ عندي تو اكزامبلز أساسيين، تاخد بالك كويس قوي كمانجر او ليدر، انه تجنب انه حد ينظر اليك على انك شخص عدائي او تصادمي، انه الناس تخاف تتعامل معاك، تخاف تواجهك. انا كل ما اكلمه يقوم هابب وطالع في وشي، ده شخص مودي، ده بقى من اقل حاجه بيتنرفز. فكون حريص قوي من الحته دي انك تبدي روح طيبة وتعامل تحتوي اللي قدامك، وتحاول تتعامل مع السيتويشن بشكل ناجح وفعال. كمان تاني حاجة، ضرورة إشراك أعضاء فريق العمل في تحديد استراتيجيات التطوير،
حتى يتمكنوا كمان من تجربة ملكية الخط. لما يبقى عندهم الفرصة ان هم او ترهم الظروف ان هم اللي يحطوا البلان، يبقى اوريدي هم عندهم خبرة مسبقة من خلال المشاركة معي. يعني ما تستأثرش بمثل هذه المهام لوحدك، لا تقدر تشركهم فيها من قبل التدريب والتعليم بيهم. بعد كده عندي الكونفليكت ريزوليوشن اللي هو زي ما قلنا مهارات فض المنازعات وحل المشاكل اللي ممكن تقابل. اذا نجحت في انك تكون متواصل بشكل فعال وايجابي مع فريق العمل بتاعي، يعني لك علاقات طيبة بالفريق، ده هيؤدي بشكل مهم جدا ان انت تقلل المنازعات اللي ممكن تصدر، او كمان ان انت تحلها بشكل فعال. طيب خلينا نقول كده، لما نيجي نعرف الكونفليكت ايه هو ايه؟ الكونفليكت بحكم التعريف ليس بالضروره دايما امر سيء، لكن في الواقع ممكن الكونفليكت اللي يحصل ده الميس اندرستاندنج او المناقشه او الخلافات دي، ممكن ان هي تخدم او تقدم خدمه في تقديم وجهات نظر مختلفه لحل مشكله معينه او سيتويشن احنا بنقابله. وهنا بيؤدي الى حل للبروبلم دي بيكون اكثر شمولا، لان انا اخدته من اكثر من منظور. فدايما ما تبصش للكونفليكت على انه شيء سلبي او ديفكت او دروباك لازم يجب ازالته تمام، لا خده من منظور ايجابي، ان هو ممكن ده اختلاف الراي ده يفسد الود قضيه، او ممكن ده يدينا برسبكتيف او دايمنشن اخر نقدر نحل منه المشكله. فعشان كده لازم تتعلم اليات التعامل مع مثل هذه الكونديشن. طيب في حاله ان في كونفليكت موجود، ايه هي الاستراتيجيات الواجب ان انا اطبقها للحل الناجح والفعال لحدوث هذه المنازعات؟ عندي 3 استراتيجي اساسيين ممكن اعتمد عليهم. اول حاجه اجنور، ان انا اتجاهل تماما كاني ما عرفتش او ما حسيتش بهذا النزاع او الخلاف. طب ده امتى اطبق الاستراتيجي؟ لما يكون هنا الكونفليكت ما بين 2 من اعضاء الفريق بتاعك، لكن لا يهدد ابدا نجاح الفريق. يعني ده مثلا اختلاف بشكل شخصي هم الاثنين مع بعض كده بعيد عن العمل، فمش هيأثر على نجاح الفريق ككل. فهنا اقدر ان انا ايه اتجاهله، وممكن بمرور الوقت هم يتصافوا معه. او تاني حاجه الكونفرونت اللي هو لازم المواجهه. هنا طبعا بقى لو كان الكونفليكت بيهدد نجاح التيم اذا هو، هنا اصبح بقى مش بشكل شخصي، لا ده بشكل جماعي، ممكن يأثر كمان على الاورجانيزيشن. هنا نو واي ان انت لازم تواجه. طيب هنا اول حاله الثالثه مثلا انك تعين شخص اخر ان هو يحل، شخص عنده مهارات التواصل افضل مثلا، او تعرض لمثل هذه الكونفليكتس قبل كده مره واثبت نجاح في حلها، او هو ده مسؤوليته الاولى عندي في الفريق فاقدر اعينه. فات اول ديبندس على حسب نوع الكونفليكت ودرجه ارتباطه بنجاح الفريق اذا هو. لكن نقول بقى اساسي عند مواجهه الكونفليكت، لما اجي احل اي منازعات يجب مراعاه الكونفليكت سورس، مصدر النزاع، المشكله دي جت منين. فخلينا نقول بقى لما تيجي تحل، اول حاجه لو كان الخلاف ده بيتعلق بالمشاعر الشخصيه والمعاملات الانسانيه لاعضاء الفريق معاك مثلا، فخليك مستعد ان لتطبيق او لاظهار بعض التعاطف، او ان انت تكون بشكل تصالحي. انت يكون الهدف بتاعك الاساسي، لا احنا عاوزين نحافظ على روح العمل الجماعي، على العلاقات الطيبه، على العلاقات الانسانيه ما بيننا. فلازم ده يكون باين من الاتيتيود بتاعك، من كلامك، من ارائك، من المقترحات اللي هتقترحها كحلول لحل المنازعات. او لو كان الكونفليكت ده ريليتد للعمل والاكتيفيتيز بتاعتنا، اللي هو ازاي تابروتش بروبلم معينه، فهنا بقى لازم تكون موضوعي وحيادي. يعني خلينا نقول من الافضل الالتزام بالساينتفك ميثودولوجي، المنهجيه العلميه المتعارف عليها في مثل هذه السيتويشن. الكيس الثالثه، لو كان الحل المطلوب ده لفض المنازعات ما بيهددش نجاح المشروع بشكل خطير، فهنا كليدر او كمانجر لازم تكون مستعد لتقديم او قبول بعض التنازلات علشان الامور تمشي بشكل سلس. ننتقل بعد كده ل
تريتنج الاوتستاندنج اتشيفمنت والارنت اكشنز. هنا بقى بنقول انه معالجه الانجازات البارزه والاجراءات المنحرفه او الخطأ، زي ما قلنا ترسيخ مبدا الثواب والعقاب، ده مهم جدا ان احنا كليدر او مانجر ان انت تكون. فبنقول هنا انه مفيش شك ان الممارسات الصحيه في اي ورك انفايرمنت لازم يكون لها نظام رسمي معتمد واليات محدده بتعترف بالانجازات الناجحه البارزه، وكمان لا تشجع على التصرفات الخاطئه. ما ينفعش ان انا اصين الاكتيفيتيز على الناس واسيب كل واحد يؤدي بطريقته الخاصه، يخلص وقت ما يخلص بانه درجه من الانجاز، لا طبعا ما ينفعش. لازم دايما تحديد هذه الاليات والكل يكون متعرف عليها ومتفق عليها وموافق عليها، عشان لما نيجي نحاسب بناء عليها ما يبقاش فيه اي اعتراض للاخرين، فده مهم جدا. فيجب ابلاغ النظام ده او الاليات دي لجميع اعضاء الفريق حتى لا تكون هناك اي مفاجآت، ما يجيش حد يتفاجئ انه نازل عليه عقاب مثلا او في مشكله معينه تخصه. لازم يكون عارف من الاول لو مشيت بهذه الطريقه وعملت الانجاز مع بدرجه الكفاءه والفعاليه المطلوبه وفي الوقت المحدد هيكون عندك ايه مكافئات 1 2 3. لو غلطت او اتاخرت او كان في خطأ في التسليم النهائي المفروض هيبقى برضو في اليات العقاب 1 2. ده لازم الكل يكون عارف ومتفقين عليه. وكمان الافضل من ده بقى انه لو شارك الموظفين كمان في تحديد القواعد والعواقب والاليات التنفيذيه لده. طبعا هنا مش هيشعروا، مش هيبقى في شعور لا بالظلم ولا بالخداع لما نحتاج ان احنا نطبقها، لما احنا متفقين من بداية نجمعهم ونقول اللي هيتاخر نعاقبه ازاي، اللي مش هيشتغل اكزاكتلي بحسب اللي احنا متفق عليه هنعاقبه ازاي، فيبقوا مشاركين معك في وضع اليات الثواب واليات العقاب. طيب خلينا نقول انه قد تأتي المكافآت على الانجاز المتميز باشكال متنوعة. نكافئ الناس ازاي على الشغل الكويس اللي بيعملوه او الانجازات الكبيرة اللي بيحققوه؟ فنقول مثلا ان انا ممكن اعمل تكريم للمتميزين، زي مثلا تختار انه ده الموظف المثالي لهذا الشهر مثلا، او تقدم هدية خاصة، او نعمل شهادات تقدير، او نرشح المتميز لدورة تدريبية، او ارشحه كمان لمنصب اعلى لو كان ده افيلابل عندي، او اضافة اسمه مثلا لقائمة المتميزين او القائمة مرموقة من الانجازات زي ما لوحة الشرف مثلا وهكذا. ففي اليات كتيرة قد تصلح للمكافأة. كمان عادة ما بيكون التأديب برضو على الافعال الخطأ بشكل اما توبيخ او تعليق او توجيه انذار، او ان انا ابدأ في تقليص السلطات بتاعته، اسحب منه بعض السلطات، او قد يكون في خصم مالي مثلا من السالري بتاعه، او في بعض الاوقات ممكن توصل الى انهاء التعاقد معاه او ان هو يفصل من الوظيفه بتاعه. طبعا ده بيكون على حسب حجم الخطا وايه الاضرار الناجمه عنه، لكن نو واي لازم تبقى في اليه معترف بيها ومتفق عليها من الجميع. عندي بعد كده السكشن اللي معانا بريسيفنج الاكاونتابيلتي، الحفاظ على تطبيق نظام المساءله والمتابعه والكنترول وتقييم الاداء. بيقع على عاتق كل مدير او ليدر مسؤوليه وضع نظام واليات محدده للمساءله والمتابعه وتقييم الاداء، وذلك لضمان اداء اعضاء الفريق وفقا للتوقعات وتحقيق الاهداف المعلنه والمتفق عليها من البدايه. هيضمن ده في النهاية الوفاء الكامل بالمواعيد الديدلاينز النهائية المهمة وتحقيق الأهداف. هنا لا يتم أبدا استثناء مهندس البرمجيات بأي حال من الأحوال من المسؤولية دي، لأنه دي حاجات زي ما انتم عارفين الديبندنس عالية جدا في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، فمهم جدا انه زي ما احنا عارفين بنحط بدايه للتاسك ونهايه علشان تخلص وتسلم اللي بعدها علشان يبداوا فيه. فهنا برضو دي مهمه جدا انه يتقنها السوفت وير انجينير.
طيب هنا في الحفاظ بقى على المساءلة والمتابعة والكنترول والتقييم، قد يتبع مهندس البرمجيات مجموعة من الاستراتيجيز اللي موجودة عنده. زي ايه مثلا؟ يبدأ في تصميم وتعيين جداول العمل لأعضاء الفريق بتاع، زي ما احنا بنعمل كده مثلا الجانت تشارت، أو في البروجكت مانجمنت استخدام التولز الاوتوماتيد إن أنا أعمل السكيدول الزمني لأعضاء الفريق بتاعي، أساين المهام والريسورسز البداية والنهاية والديبندنسي، كمان هتخلص المهام بتاعتك وتوصلها لمين عشان لسه منتظرك ومعتمد عليك. فلازم ده يتحط بشكل تفصيلي، ويشارك كمان معاك أعضاء العمل علشان يظهروا الالتزام الكامل بيه. تاني حاجة، لازم عندك نظام محدد ومعلن لتقييم الأداء مقابل تنفيذ مهام محددة، زي ما قلنا في الإيفالويشن، اللي هيحقق ده هيحصل إيه، واللي مش هيحقق ده هيحصل إيه. طيب هنا كمان لازم يبقى عندك نظام جيد لإعطاء المكافآت والتقدير والتعرف على الأداء مميز، زي ما قلنا كده في الجزء اللي فات. ننتقل لآخر سيكشن معانا في هذا الشابتر، واللي بيتكلم على البرومج والسكسشن بلانينج، أو تخطيط التعاقب، أو ما يسمى إيجاد وتدريب صف تاني يكون مؤهل ومعد جيدا ومدرب لتوالي مهام أو مسؤوليات الإدارة في بعض السيتويشن اللي قد تستدعي ده. معناه انه ما ينفعش ابدا انه يبقى عندي في الاورجنايزيشن بتاعتي انه هذا الشخص هو الوحيد اللي يمكنه اداء مثل هذه المهام. طبعا ده كونسبت او مبدا مرفوض تماما. المفروض انه مفيش حاجه مضمونه فوريفر لاي ظروف قد يتخلى هذا الشخص عن الشركه، سواء بارادته او بغير ارادته، فلازم يكون في صف تاني موجود يقدر يقوم بالمهام بتاعته في مثل هذه الكونديشنز. فنقدر نقول هنا ان السكسيشن بلاننج او تخطيط التعاقب هو وظيفه مهمه للغايه لاي مدير او ليدر بينجز اعماله وفقا لما يمليه عليه ضميره، هنا مخلص لعمله وللأورجانيزيشن اللي بيشتغل فيه. طيب بنقول هنا بقى بتأتي الأهمية بشكل كريتيكال، وخاص كمان في حالة إدارة المعلومات. يعني في الأقسام الأخرى بيبقى كل قسم معروف المهام بتاعته بيؤديها بشكل خاص بيه في القسم بتاعه. لكن نقول بقى لما نيجي لحته الانفورميشن تكنولوجي، فطبعا الانفورميشن تكنولوجي مستحوذه او مرتبطه او مجمعه كافه العمليات والاقسام والمستويات الاداريه اللي موجوده في الاورجانيزيشن. بمعنى انه اي فشل في انظمه المعلومات بالشركه او المؤسسات هيؤدي الى نتائج كارثيه بتاثر على كل الديبارتمنتس الموجوده. فعشان كده اذا كان الخطط دي مهمه بدرجه في الأقسام كلها، فمهم 24 درجة للإنفورميشن مانجمنت داخل الأورجنايزيشن. طيب لذلك بقى هيكون للسوفت وير انجينير دايما لازم يتحط له نائب أو خليفة. ففي الحالات بقى بتاعتنا في الشركات الكبيرة، يعني هنا ده عبارة عن قسم أو قطاع سواء كان ديبارتمنت أو ديفيجن، المفروض إن السوفت وير انجينير هيبقى معاه كادر صغير، فريق عمل عادة من 1 إلى 3، طبعا زي ما قلنا على حسب القسم أو القطاع اللي بيشتغل فيه. الأشخاص دي هيبقوا مدربين تدريب خاص جدا، مستعدين لتحمل المسؤولية الكاملة والشاملة لكافة تفاصيل العمل اللي بيقوم بيها، بحيث انه لو هذا الشخص غادر المنظمه سواء بشكل مؤقت او بشكل دائم يكونوا جاهزين لتولي المنصب او المهام بعده، بحيث انهم يمشوا الامور اكزاكتلي زي ما يكون هو موجود. بنقول هنا بقى انه الاليه دي يا شباب على قد ما هي مهمه وكريتيكال بالنسبه للاورجنايزيشن، لكن نقول هنا انه الاستئثار او الانانيه من الاشخاص بتمنع ان هي تنفذ ده في كثير من الاحيان. اللي هو في ناس ما تحبش تعلم غيرها، ما تنقلش الخبرات، بتبص لمصلحتها الشخصيه بس، لا انا خليني انا المسيطر، انا الوحيد اللي عارف، ما اديش لحد المعلومات او الخبره بتاعتي. لكن بنقول انه دايما هنا انه الحكمه والاحتراف
وكمان الريسك مانجمنت بتتطلب ان احنا لازم نحط مثل هذه البلان ونكون اوريدي مؤهلين للتعامل مع مثل هذه المواقف ومستعدين بشكل جيد. طيب خلينا برضو نقول ان في نقاط مهمة يجب ان تؤخذ في الاعتبار او انه تلاحظ. لو تفتكروا لو انا بطبق اكزاكتلي الستايل الاداري بتاع السوبر ليدر والباس جول ليدرشيب، النمطين دول هيسهلوا عليا قوي ان انا فعلا اطبق مبادئ تخطيط التعاقب بدون جهد اضافي من جانب المدير. لان زي ما قلنا هنا في النوع السوبر انا بقول لهم شوف انا بعمل ايه واعمله زي اكزاكتلي، وهنا انا اكزاكتلي بحدد لهم الجول وبديهم الباس وبعمل المكافآت وزيد العقبات، فبالتالي انا بشربهم اسلوبي وطريقتي وادائي واديهم ادق التفاصيل للعمل. فاذا كنا بنطبق النمطين دول فاكشولي هتكون خطط التعاقب اوريدي موضوعه وجاهزه بدون ما اعمل لها تدريب خاص او استعداد معين او تعليم لناس معين. فكده اوريدي بيبقى في التو ستايلز دول الناس مؤهله ومجهزه لتولي المهام والمسؤوليات في حاله اي سيتويشن ممكن تحصل. طيب نقطه مهمه كمان انه ان كيس بقى انا بعمله بشكل خاص فالمفروض ان الافراد اللي بيتم اعدادهم ما يعرفوش ان احنا بنعدهم او بنؤهلهم او بندربهم على ان هم يتولوا هذا المنصب. لانه شيء نفسي هتلاقي ان هم بيبقوا مستعدين بشكل خاص لتولي المسؤوليه او الاداره. فللاسف لما بيعرفوا هنا عاده بتخلق هذه المعرفه توترات في العلاقات ما بين المتنافسين. يعني تلاقي الاثنين ثلاثه اللي بيتدربوا دول كل واحد فيهم بيسعى ان هو يتولى المنصب، فتلاقي ان في مثلا التنافس ده ممكن يوجد روح عدائيه، يمكن يوجد بعض النيجاتيف فاكتورز في العلاقات ما بينهم، فالمفروض اللي بيتدرب علشان يمسك المنصب ما نعرفوش بحاجه زي دي ان هو اكزاكتلي بهذا الغرض. كمان تنفيذ خطط التعاقب ما بيبقاش عاده بالامر السهل ابدا. في كتير من الحالات بتحصل تداعيات قد تؤدي الى ان بعض الناس اللي اتدربوا دول يسيبوا الشركه ويمشوا فعليا، وده اكشوالي اللي حصل في الكيس اللي قدامنا دي لما استقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اداره شركه جنرال الكتريكس عام 2000. فاللي حصل انه لما مشي تم تعيين الخليفه بتاعته او النائب بتاعه، فكان في اتنين تانيين اتدربوا على هذا المنصب. بمجرد تعيين النائب بتاعه بدأوا المتنافسين التانيين بقى على الفور في اتخاذ الترتيبات لمغادرة الشركة. فهنا برضو ما عشان كده بنقول انه ده actual cases حصلت، فيجب ان النقاط دي تؤخذ في الاعتبار. وبكده نكون احنا خلصنا مع بعض شابتر 15 على الهيومن ريسورس مانجمنت، وأشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.